تسمع رضوان شيء عن موضوع كثير كثير بعيد وممزوج وهذا، وبرضه راح نعيده. طفي يا اخي. انت خليك حاول سمي. قولنا قالوا لغيرنا وصلولنا بأنه خلصونا ولو من سيرة الفقر والتعتير، لا في فقر ولا في تعتير بهالبلد، إنما الحكي مش مثل الشوفة، والشوفة مش مثل العصي، واللي عم بيعد العصي مش مثل الآكلة. في ناس بتمل إذا كل يوم في قصة فقير، إنه لازم يا خيي فقير واحد يكون، ويمكن هالعالم حقن يملوا قد مصاير في ناطقين باسمهم باسم الفقراء بالفن بالإذاعات. مطرب مبلش مطعم من يومين طارق غنية عن الفقر، ما الفقر يحرق دينا الفقر، شو بتخسر إذا بتحكي عنه وبتتبناه، طالما مش رح يوصلك، طالما حاسس بكنبية عريضة تحتك بالساعة خمسة مثل حكايتك انت وقاعد عم تحكي عنه. الفقر بيطلع حكي لذيذ مش معقول، بس تعال شوف الفقر قديش مش حلو. الفقر بيطلع قصايد بنفس اللهجة ومعلقات، بس بيطلع كمان حكي بايخ ممجود مثل علبة البونجيس الفاضي بس الدم كله سوا. بس ما تخافوا، طمنكم، طالما في فقر بده يضل يدق عليكم، وهو شخصي مش التقليد، مش لمي بالكنيسة ولا بجمعية عاملة حفلة للمحتاجين ولا بدار الأيتام بأحسن حفلة تبرع رح تحل مشكلتهم. بده يضلوا الفقر يدق عمخوخكم ويطن وترن لأنه فاضي مثل أحسن نوع بطيخ. طيب ضروري إذا صبية مثل القمر ساكنة بحي السلم لأنه هونيك هونيك خلقوها، ما تقدر تستفيد من مستحضرات لودر، إنه هي يعني وجه غير وجه، وجه يعني أفهم رد. طيب الحنة للشعر منيح، بس ولا إليزابيث آردن شو بيشكو؟ شو من بيت الخازن هني ولا من بيت الخليل؟ ضروري هي تحط عوجها كل شي تقليد أو تهريب أو ستوك، ضروري هي تجرب بوجها مش حرام، ما وجها حلو وحده حلو، لو بتقتنع هي ما تحط شي يا ريت. ضروري أحلى سكربينة بحي اللجة تكون بأحسن حالات تقليد بلاستيك نايلون، والبوليستر يا خي أغلى واحدة بواجهتها بالواجهة اللي بتحلم فيها لتظهر ظهرة واحدة بالسنة بدها تهري لها إجرة مصير كأنه، وهي أحلى من صوفيا لورن بشرفه، هي بسبب التنك والكرتون والزبالة بالحي. أنت ما بتطلع بتعود على الحي كله، ما عم تشوف، ما عم تشوفها انه جوا، وما عم بتشوف قديش حلوه. يا الله يا الله شو حلوه. ضروري يعني انه اللعب تبع الافقر ينتزعوا تاني ليله، بيكونوا مخترعين لك واحد انه دميه يعني قال بتعبيه بالمفتاح بصير يمشي ويدق على الطبل، بس يا اخي اجر اقصر من اجر، ما بيوقف ما بيوقف على فرد إجر جاي من الفبركة هيك لأنه رخيص، لأنه فقير، وجاي لعند ابنك ليسليه كأنه من نفس الطبقة هو وابنك. ما في فقر ها؟ طيب معلش اللي عم بيقولوا هيك الظاهر ناطر ليشوف ولاد بلبنان مصورين بالصورة طالعين فيها منفخين من المجاعة مثل الولاد بتيافرا أو الهند، وإلا يعني ما بيكون في فقر،
وحاجي بقى تنفخولنا مخنا قرقعتونا بهالسيري. لك يا تران مثل ما انت حاسب حساب تربح 50,000 وربحت 30 وبتعتبر حالك خسرت 20 وتعتبر منكوب، ومثل ما شايف انه يعني يحرق اختها شقة لابني خلوها 3 مليون لقطة. والله الفقر هو فرق مش منظر. ما تتوقع تشوف ناس لحاهم عم تضرب الارض وتكنس الارض قد ما سايبينها ومعصرين. ما تتوقع تشوف اولاد عم تفتح اكياس زبالة لتعتاش. لا، فقر عنا معهم بأمات وراها دبل بيت. انتبه، لأن أسرع سيارة لكل شيء، للذة بالسرعة وللسرعة وللسرقة مثلا إذا دعت الحاجة، ولأنه ملغومة ومضروبة ومنفوخة ودان وعامل فيها حادث ابنك تاني أسبوع اشتريت له إياها وما بقى تأمن عليه سوقها، فبعتها بالرخص وهن اشتروها بالرخص عندك وبالغلا عندهم ب100,000 شحار. شو بدنا نعمل؟ فقر عنا منزوعين. يعني بس الأغنياء لهم حق يكونوا منزوعين؟ شعب هذا اللبناني كله منزوع. منزوعين الفقر عنا، إنما هن فقراء. طمن بالك، يعني ما حتخلص من هالسيرة، وما حدا واقع بمشكلة الخبز، أنت توقع بمشكلة الخبز. يعني إذا في شيء أزمة مش مستحضر حضرتك على شيء 10 ربطات قبل، أنت بتوقع بالمشكلة. هن ما عندهم مشكلة، ما هن برقوا الخبز بيطلع من عندهم. بس هاي الحياة لا، وكل الحياة اللي عم تسمع فيها ومن العالم عم تجيك على الشاشة تتفرج عليها ومعتبرها ملكك، هيدي مش ملكك، هيدي ملك الجميع. ونراك قريبا واسعدت مساء. زياد رحمه.